أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: نقرأ في ترجمة طائفة من العلماء أنهم لم يتزوجوا، فما سبب ذلك؟ سبب ذلك إما فقر لا يستطيعون الزواج، وإما أنهم ليسوا أصحاب شهوة. قد يكون الإنسان ما في شهوة، ما يخلق له شهوة فلا يتزوج. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.